احنا حاليا في اعلى قمة في البركان، وفي الجهة هذه قاعدة في دخانة هنا بالضبط. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. بقايا البني آدمين المتحجرين، سبحان الله. في مدينة بومبي شدوا الطابور توا، ونشوفوا سعر التذكرة بكم إن شاء الله، ونخشوا لمدينة بومبي المسخوطة. One ticket please. Una. ستاش ليرو. يقال أن الناس ماتت بالغاز، لكن المدينة زي ما هي. المنازل، الطلاء، الفسيفساء، كل شيء قاعد زي ما هو. حديقة، نسأل الله العفو والعافية. يقال أن مدينة بومبي الرومانية هي أكثر مدينة دعارة في التاريخ كامل، تغطت تحت الركام 1600 سنة محفوظة لين 1738. لقوا المدينة، ولقاها المدينة على طريق الصدفة في القرن. يوجد تفاصيل صغيرة قاعدة، كل التفاصيل قاعدة. ويقال أن مدينة بومبي أول مدينة يديروا الصرف الصحي ويديروا المية للحياش. أسطورة مدينة بومبي يقال إنها صارت لشعب اسمه الأكسان في وقت الملك نيرون. صارت بالضبط بالضبط يوم 24/8 أغسطس عام 79، اللي هو كان يوم عيد إله النار، فالله عز وجل سلط عليهم النار لكثرة الفاحشة، والله أعلم. هنا المدينة هو قعد تحت الركام 1600 سنة يقال، وجدوا زي ما هم. تمشي وتشوفها كيف قاعدة زي ما هي، والشوارع والرصيف الأرضي يا سبحان الله حفظت 1600 سنة. اكتشفوها في القرن 18 اللي هو 1738، والكارثة صارت في 79. 1600 سنة المدينة تحت الركام، ولما في الغرفة هذه بنوا عليك الشعب الملعون أو المسخوط، في منهم أطفال وفي منهم ما فتحها قاعد. يقال إنها من جاء منهم حد إلا طفل واحد، هذا اللي يحكي القصة متكلسة. سبحان الله، نسأل الله أن يحفظنا ويجيرنا يا رب العالمين. من جمال تصميم البيت ومن الرسومات على الحائط، واضح ان صاحب البيت كان ثري.
يقال أن أحد المطابخ القديمة هذا في المدينة. بداية لما تتمشى في المدينة علي بالك أنها صغيرة لأنك أنت قاعد في الجردين. المدينة كبيرة جدا جدا والله. وأنا أحد أساطير بومباي، الرجل الحصان. وهنا متحف المدينة، التحف كلهم دايرينها في متحف. الألوان اللي كانوا يرسموا به هذا. أحد الأحصنة المتحجرة سبحان الله. الجولة في المدينة المسخوطة كملت، لكن كل يوم مازال عندنا رحلة، كل يوم بنمشي لمكان. تو ماشي لمدينة، أكثر مدينة نحبها هنا إن شاء الله، أكثر مدينة في أوروبا نحبها، هيا نمشي لها.